لكن الطموح، طموح الجزائر هو أن نصل ونحن إن شاء الله على مشارف الدخول إلى مجموعة بريكس، وهذا بفضل مجهودات السيد رئيس الجمهورية. يعني نتمنى أن نصل إلى مستوى النمو الدول العشرين، فلدينا كل المقومات وكل المقدرات، والكادر البشري كما قلت هو الذي سوف يحدث الفارق. فما تخرجه الجامعات والمدارس العليا من الجزائرية من إطارات ومن متخرجين من مهندسين من تقنيين ومن ذوي الكفاءات العليا سوف يسمح لنا بالوصول إلى هذه النتائج إن شاء الله. ولكن رجاء المقاربة الاقتصادية تتطلب العمل في الميدان في الميدان في الميدان، والتقييم الدوري وليس التقييم البعدي. فتقييم السياسات العمومية يجب أن يتم خلال تنفيذها وليس بعد تنفيذها.